ولا يحقق لي. أنا بالمسرح قد لا أكون ممثل بارع ولا أحقق مساحة تمثيلية رائعة، ولكني حققت قاعدة جماهيرية واستقطاب وكنت نجم شباك. أوكي، من ناحية التقديم عشان سيئوا لك المسرح؟ طبعا لا. أوكي. بعدين أنا خريج، أنا عندي دبلوم إخراج مسرحي وبكالوريوس تمثيل مسرحي وأحضن على الماجستير. إيه بس هو الدراسة شيء والموهبة حاجة تانية. صح. يعني هو الدراسة تعطيك ثقافة حتما، عشان الموهبه مالتك تتطور تثقل، بس اذا ما اذا في ثقافه وما في موهبه مش حتعمل حاجه. أي لا صحيح، كلاهما يجتمعان لخلاصه ممثل بارع، لكن انا ما عندي اهتمام وميول كبير. اكو عرض من الاستاذه فجر ان اكون بعمل بطولي خليجي، وبعدني تحت الدراسه يعني. اي تحب ميس قمر ولا ما تحب ميس قمر؟ احبها. يعني لا لا، يعني تطلع في المسلسل؟ لا ميس شوي اكبر مني. اكبر منك وايد. اريد بجدي. ايه فتبي وقت من ان شاء الله تبي على قدك نجيب لك شنو؟ شجون؟ شجون حلوه. بشرفك. والله. لا هي ممثلة حلوة بس يعني كمزة تفرق. لا مزة. مزة؟ والله. بنظرك مزة ها؟ مزتين بعد. عشان احب الثلاثة مليون اللي يتابعونها ولا عشان؟ لا 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 صدقيني انا ما ادري هي 3 مليون، انا لحد البارحة اتابعها كانت هي صغيرونة وتمثل سنة 97.90. حلوة. هي تمثل يمكن بعد من قبل كانت. انا من جمهورها مفرق. هي المشكلة الطول ما فرق وايد ترى، على فكرة هي قصيرة وايد يعني. من بعد ما تحكين وياها وزعلانة؟ ها؟ ما تتحاجون؟ لا ربنا يوفقها. المهم ما تتحاجون؟ ها؟ ما تتحاجون؟ لا ما نتحاجى يعني، احنا مو صديقات من الاساس، بس اكيد اتمنى لها كل التوفيق. انا هم اتمنى لها كل التوفيق. انزين، تعتقد ان بالتمثيل راح تترك بصمه علي؟ اتوقع. تتوقع؟ اتوقع. مو متاكد.